حلقتنا اليوم من أخبار الدار، نتابع تداعيات الجائحة على المجتمع بكل مكوناته، ونقف أمام سؤال وجيه فردي وجماعي: هل نستطيع التكيف مع ظروف ما بعد الحجر الصحي؟ هل نحن قادرون على عيش حياتنا بلا عادات الزواج والعزاء القديمة؟ كيف لتاجر قضى حياته في محل صغير بمساحته وكبير جداً بتفاصيله أن يتقبل إغلاق مصلحته لفترات متفاوتة؟ ومع كل ذلك تستمر الحياة وتستمر المشاريع، إما تؤثر على حياتنا سلباً أو إيجاباً، لكننا نستمر في البناء. التفاصيل في التقارير التي يعدها طلاب الجامعات من مختلف المحافظات. في أسماء الشوارع أو بعض الصروح والمنشآت المعمارية والتجارية الراسخة دلالات وعناوين في ذاكرة هويات المدن. أي تغيير لهذه الأسماء أو بعض معالم هذه الأماكن وطبيعة عملها يعني العبث بهذه الهوية والاقتراب من الممنوع في الذاكرة الجمعية. ومن الذاكرة الجمعية أيضاً يمكن فهم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتغييراتها بفترات زمنية. فماذا عن فترتنا هذه؟ احنا فتحنا هاي المنشأة بالـ65 بداية السبعينات، بين الـ65 وبداية السبعينات كان والدي يشتغل، ظل على نفس التراث، حاول اخواني، والدي قال خليه على نفس التراث، له زباين ومعروف، خلينا على نفس التراثه وعلى وضع العادي وما غيرنا فيه اي شيء. كان مزارعين للزعتر، يزرعوا الزعتر، مشات للزعتر، وكان يجيبوه من الجبال والبر، وكنا نقطف بداية الزعتر كانوا يسووه على الغربال. بقينا نجيب القهوة ونحمصها هون، تأخذها قهوة بالشوالات، ما هي محطوطة هون عندك صاخنة، تأخذها تازة بنحمصها ونطحنها ونحط عليها الهيل، وبتأخذها من كيس الكية على مطاحن حديث وعادية شغلها. وجميع أنواع البهارات تاي بستوردها من عمان، من أربد تيجينا، وقلنا ننزل على سوريا ونجيب هاي الحبوب وشغلات مثل هيك، الكمون واليانسون. العسل عندنا مناحل، أحسن الأماكن العسل، يعني عسل، شو بدي أقول لك، العسل يعني عسل جبلي، عسل جبلي، عسل صدر مرة، عسل مرة. من 2014 اشتغلت بالمطحنة، بقيت ما أعرف شو أشتغل شيء. علمني طبعاً المعلم علي صاحب المطحنة، وتعلمت على يد ويد أخوته وصرت أشتغل بالمطحنة. كنا بالحضر زي أيام زمان لما كانت، كنا المغرب نتعشى نشرب شاي على ضوء الفانوس، بعديها كل واحد يحط حلب فراشه وينام، لأنه كان في تعب قبل، حصيد وقلاعة ورجاد وشغلات زي هيك، تطلع الناس بكير بده ينام بكير الإنسان. وهسه أنا نفس العملية، كنا زي هيك. وبالحضر هذا والله ضايقنا كثير، يعني أنا قعدت بيجي شهرين بالدار، جنابي وجعتني وأنا كوع عن المخدة هاي وعن المخدة هاي، وهذا الحكي بيأثر، يعني الواحد بحب يمشي يتحرك. من حضر الفيروس الكورونا وجاي صرنا نسكر بكير، لما يضرب زامور يكون كلها مسكر، فيش حدا. الكثير من المحلات الكبيرة والأسواق تنشط حركتها التجارية موسمياً أو بالليل. تطورت الأمور اليوم فأصبحت هذه الأسواق تعاني من قلة زوارها وقلة المال سواء في يد المشتري أو البائع، فالأولويات كلها تغيرت، وأثار الركود بدأت تظهر في الانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي وانخفاض مبيعات تجارة التجزئة.
الأسواق في محافظة الكرك تعاني من الكساد وتحديات في وجه التجار بسبب تراجع حركة البيع والشراء وتحفظ المواطنين على الإنفاق في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الوطن بشكل عام. من بعض المشاكل التي واجهتنا كمواطنين في المزار الجنوبي ازدحام الأسواق وعدم التزام بعض المواطنين وازدحام الخاصة يعني عند محال المواد التموينية ومحال الخضرة وبعض السلبيات اللي ممكن نحكي عنها اللي هو عدم التزام المواطنين في التباعد وعدم التزام في التعليمات الوقاية التباعد عن البعض. وضع السوق ومدى تأثير الأزمة على المحال التجاري، عانينا من أزمة ركود عالية جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مر بها المواطنين، وأيضا كمان نسبة المبيعات مقارنة بشهر رمضان السنوات الماضية كان ضعيفة جدا وبسبب الأوضاع الاقتصادية وسبب الأوضاع التي مر بها المواطنين، وصادفت أيام حظر شامل آخر أيام رمضان شهر رمضان المبارك، وأيضا تراكم علينا إيجارات وأجرة عامل. لا حديث لتجار مؤتة اليوم سوى عن ضعف وتراجع النشاط التجاري وبتدني معدلاته مقارنة مع هذه الفترة من الأعوام الماضية، فأصحاب المحال يرون أن استمرار هذه الحال قد يؤدي إلى خسائر أكبر وسط معركة تخوضها الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا. القطاع التجاري في تراجع ملحوظ سببه ضعف القوة الشرائية والسيولة النقدية. بنلاحظ أنه في الجائحة وباء كورونا أنه استنزف التجار الأموال من أجار عمال ومن إيجار محلات، وبالتالي كان في عندهم تدهور شامل. نأمل نحن من الحكومة إنها تعطي أولويات للقطاع التجاري كما أعطت أولوية لقطاع الصحة، فإحنا كما نعلم إنه قطاعين قطاع الصحة والقطاع الاقتصادي هما عبارة عن خطان متوازيان يجب الاهتمام بهما الاثنان وعدم تهميش أحد القطاعين عن الآخر. ولعل هذا المشهد يختصر تفاصيل وقصص كثيرة للأزمة المعيشية الاقتصادية التي يعاني منها جميع الأردنيين، فيما يترقب التجار انفراج الحال مع حلول الأعياد الدينية والمسيحية وفصل الشتاء. عرضنا لملامح تغييرات اقتصادية فردية وجمعية، فماذا عن التغييرات الاجتماعية؟ ماذا عن عزاء بلا معزين وعرس بلا زفة ومعازيم؟ عن جلوس على مسافات متباعدة وتطويع الإمكانات التقنية لضرورة استمرارية التواصل البشري؟ هل نستطيع المضي قدما لفترات طويلة؟ وهل نتقبل بالمجموع الكلي كل ما لحق بعد كورونا؟ يعني كان في مصارف كثيرة وأعراس وانت عارفة تقاليد كثيرة كان موجودة، يعني مع الكورونا خففت المصاريف، يعني في تقيد في كل إشي، هسه في نظام كان مفقود زمان. أول شيء إيجابية بالنسبة للمجتمع الأردني، صارت الحفلات مثلا مقتصرة عائلية، العزاء صارت مثلا الآن مقتصرة عائلية، وفرت كثير من ناحية مادية، من ناحية جهد بدني، من ناحية احنا بنشكر الدولة على هذا المقترح اللي خففت عدم تجمعات مع الناس. احنا بنعرف شو العادات والتقاليد المجتمع الأردني قبل جائحة كورونا، كان تأثيرها يعني كبير ملحوظ على المجتمع الأردني في العادات والتقاليد. أنا بالنسبة لي يعني الحمد لله خطبت بهاي الفترة اللي كان فيها وباء كورونا، أثرت بشكل يعني كبير وملحوظ على العادات الاجتماعية. يعني نعرف كيف كانت العادات والتقاليد الأردنية بهاي المواضيع، يعني الأعراس والمناسبات الرسمية، فكان يعني تأثيرها أنه يعني لغت زي ما بيحكوا في العرفنا اللي هي الجاهة، وكيف اختصر يعني العدد على أشخاص معينين يعني من أقارب الدرجة الأولى، وحتى يعني البعض كان يعني بيعتذر حضورهم لسبب هذا الوباء. بالنسبة لكتب الكتاب كان يعني حتى بالبيت
بحضور أولياء الأمور فقط يعني. بعد الفاصل نتابع كيف استمرت المساجد بعمليات التجهيز لاستقبال المصلين، ومن تحويلة الزرقاء ننقل صوت المواطن. أهلا بكم. تستمر الحياة وتستمر المشاريع، وهناك تأثيرات على حياتنا بلا شك. تعلو اليد العاملة، ومن ذلك تحويلات الواقعة ضمن أعمال مشروع الباص السريع التردد بين عمان وزرقاء للمنطقة الواقعة بين جسر عين الغزال وجسر مركة، بدأت ومن بعد ظهر يوم الجمعة الماضي سبقتها تحويلات في مدينة الزرقاء. يشتكي المواطنون ويشتكي التجار من طولها وأزمة المركبات فيها، لكنها بلا شك مشاريع ستغير الواقع المروري وتحسن من البنية التحتية. نتجر؟ نعم. ثم نصبر؟ نعم، لكننا نريد إنجازا بشكل متوالي وسريع. هذه هي التوصية اليومية للناس. احنا تبلغنا في عمليات باص سريع من شهر 8/2019 على انه بشهر 11 بلش شغل. استمرت الامور اليوم بكره تفاجئنا، بس فتح الخطوط منع الحظر وانبسطنا انه 3 أشهر قاعدين، انبسطنا انه في شغل، اجوا سكروا الشارع وحولوا التحويله. طبعا التحويل هاي يعني شبه دمار، يعني احنا قاعدين نفكر كل واحد باي وسيله ثانيه غير مهنه، نسجل بالتنميه الاجتماعيه ككل منطقه حرفيه كامله وعائلات، اكثر من 1000 عائله في يعني هون بتشتغل ووراها عائلة، فالأمور سيئة. التحويلة هاي قضت علينا، أول شيء في السيارات حولوا على خطوط خارجية، هون ما في عندنا الشغل، وعدونا شغل 24 ساعة ما في ولا ساعة شغل، أيوم 4 أيام ما في شغل. بنعاني من الأمور مشروع الباص، وقبل مشروع الباص عطونا مواعيد على الفاضي، وإحنا أصلاً متدمرين من شغلة الكورونا. إحنا عدنا تقريباً شهر وعشر أيام، شهر ونص بنعاني منه، لأنه الوضع زي ما انتم عارفين كل البلد سكرت. الحقيقة أنه في البداية كان الوضع صعب، لكن الآن أنا بشوف الأمور بتتم بشكل سلس، وفي هناك جدية من مشروع الباص السريع بالتنفيذ خلال الفترة المقررة، وعم براعوا بطرق الفنية أثناء التنفيذ، إنه بتم التنفيذ يعني مسرب بمسرب وحساح المجال للمسرب الخدمي اللي بخدم التجار، عم براعوا هذا الموضوع، وبالتالي بقول إنه انعكاسه بدأ يصير أقل. البلدية الزرقاء يعني تدرس كافة الوسائل للتخفيف عن هؤلاء التجار وعن المتضررين من الباص السريع، وسيكون لها بالتأكيد يعني إجراءات ضمن الوسائل القانونية، إنما المردود على قطاع النقل وعلى الأهالي وعلى التنظيم والوصول إلى عمان بمسرب الباص السريع خلال أقل من 20 دقيقة بدون توقف، هذا المكسب الأكبر اللي راح يستفيد منه على المدى القريب الجميع إن شاء الله. وبعد 79 يوماً من منع الصلاة في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية منعاً مشروعاً لتفادي انتقال فيروس كورونا ومنعاً لأي تجمعات بشرية، فتحت المساجد أبوابها للمؤمنين ضمن إجراءات وقائية واضحة، والعودة للصلاة في المساجد تطلبت جهوداً رسمية وجهوداً من المواطنين كذلك. احنا الحمد لله بنقوم بتجهيز الان تجهيز المسجد عشان صلاه يوم الجمعه، وقمنا بتلزيق الملصقات على السجاد مع اجراءات التباعد، وكذلك قمنا باغلاق دورات المياه كما امرت وزاره الاوقاف، وان شاء الله باذن الله يعني بعد هذه الجائحه الكورونا
نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرفع الله عنا هذا البلاء بإذن الله. عدة تعاميم للآئمة والمؤذنين والخطباء ولجان المساجد لتجهيزات المساجد وتجهيزها لصلاة الجمعة لأخذ المسافات واللازمة وأخذ التجهيزات اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية. في الأيام العادية قبل كورونا كانت لا تأخذ المصلين، حقيقة تكون مزدحمة جدا من المصلين، فكيف الآن مع التباعد كل مواطن بينه وبين الثاني متر ونص وبينه وبين اللي خلفه متر ونص، حقيقة الآن لا تتسع للمصلين، حتى الساحات الخارجية لأنها غير مظللة، يعني حتى الناس بده يصلي بكون شمس حارة، وهذا احنا الآن في بداية فصل الصيف. بعد الفاصل نتابع ماذا يمكن أن نفعل بتراب وماء وقش. تراب الأرض والماء إضافة إلى القش والشيد، هذه المكونات من إبداع وإصرار على العطاء شكلت أنموذجاً معمارياً من الطراز الرفيع يدخل إلى القرى وتجمعات اليوم كوحدة سكنية، تعلي من قيمة الإبداع والعطاء والحفاظ على التاريخ المعماري وتشكل صلة قوية مع البيئة. من المفرق هذا التقرير. الهدف الأساسي من بناء هذا البيت هو أنه يكون منزل، يعني سكن خاص، حيث أني غير مقتنع في أساليب البناء الحديثة اللي بتقوم على مواد ضارة في الإنسان وفي الطبيعة. فهذا الهدف المركزي من هذا البناء. صحيح أنه هو في إعادة للماضي واسترجاع للذاكرة، أجدادنا سكنوا في بيوت مشابهة وعاشوا حياة جيدة في بيوت مشابهة لهذا البيت، صحيح أنه عودة للماضي هذا البيت، لكن أيضا من الممكن أن يقدم حلول للبناء في البلد، حلول تكون أولا توفيرية، ثانيا صحية وملائمة للبدن، غير ضارة في البيئة. سنراعي في مرحلة التشطيبات أنه تكون موائمة للطبيعة ولا تكون ضارة في الطبيعة، حيث أنه البيت هذا تم إنشاؤه من قبل خمس أعوام باستخدام مواد طبيعية 100%. البيت تحول في الحقيقة إلى وجهة سياحية خلال الثلاث أعوام الماضية، في زوار من مختلف القارات من غير مبالغة قاموا بزيارة هذا المكان. درجات الحرارة في الصيف وفي الشتاء لا تحتاج إلى تكييف ولا تحتاج إلى تبريد، كلفة البناء هي أقل من كلفة البناء العادية لأن نستخدم مواد محلية، نستخدم تراب موجود من المنطقة وأيضا قش موجود من المنطقة، فإحنا هيك بنستغني عن الطرف الثالث وبصبح عند المواطن يعني شعور بإحساس بقيمة العمل اللي بيعمله، كونه أنه ببني بيت من موارد من عنده محلية وبكلفة أقل. الكلفة عندي ارتفعت شوي صغيرة لسببين، الأول أنه هذا العمل تجريبي أصلا، يعني إحنا ما عندنا خبرة في أعمال البناء الطيني، وأيضا ما حصلنا ناس بيشتغلوا في المنطقة في الموضوع هذا، علما أنه كثيرا ما كنا نلجأ إلى الختيارية اللي موجودين هون اللي لحقوا الجبلات وأخبرونا بالكثير من أسرار هذا العمل. في نهاية لقائنا بكم نشكر كل من تابعنا وكل من أسهم في إنتاج مواد الحلقة من طلبة الجامعات. أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. مساءكم جميل وإلى اللقاء.